كيعرف الجميع اليوم كاين الاحتفالات بمدينة الرباط بالسنة الميلادية الجديدة. هذا العمل النظامي اللي كتشوفوا الآن والترتيبات الأمنية المتخذة بمختلف الوحدات الأمنية كلها الدور ديالها هي استتباب الأمن والتواجد الأمني بالقطاع والمحاور وتسهيل حركة السير وتوفير السيولة اللازمة والتجنب كذلك الحوادث. إذن التواجد ديال السيارات ديال التدخل كيف كتلاحظوا العدد ديالهم يفوق 30 كياخذوا المواقع ديالهم جميع المحاور المداخل ديال مدينة الرباط. هادو دائما على أهبة واستعداد لأي تدخل طارئ. كذلك التواجد ديال السيارات الأمنية سيارات الإرشاد بمختلف محاور مدارات كذلك الرئيسية كيستعملوا الأضواء الومضة لتنبيه المواطنين لتجنب السرعة المفرطة وكذلك تجنب الحوادث. كنلاحظوا دوريات ديال الدراجيين ديال الوحدة المتنقلة شرطة نجدة وعناصر ديال النجدات. هاد العناصر عندهم اتصال مباشر مع قاعة القيادة والتنسيق، التواجد ديالهم فعلي بالشوارع والمحاور الرئيسية لأي تدخل طارئ والاستغاثة والاستجابة كذلك النداءات للمواطنين عبر خط 19. إذا النجدات والدوريات ديال الدراجيين كيتواجدوا في القطاع، أي تدخل من بعد العمل الجاد ديال هاد العناصر الأمنية والتواجد ديالهم بالقطاع ولينا الحمد لله ما كنفوتوش 3 دقائق حتى 4 دقائق بالنسبة ما بين لحظة ديال النداء ولحظة ديال التدخل. كتلاحظوا كذلك عناصر ديال التدخل السريع اللي هما بريغاد ريجيونال دانترفونسيون. كتلاحظوا كذلك عناصر المرور بكثرة والعنصر النسوي كذلك المرور اللي كيساهم في هذا العمل النظامي والتواجد ديالهم كذلك بالمدارات ومحاور تسهيل حركة السير على جميع المواطنين. كذلك التواجد ديال الدوريات اللي غادي يكونوا موزعين بجنبات ديال الفنادق والمطاعم اللي غادي يحج لها هاد الناس السياح اللي كيجيو لمدينة الرباط وكذلك المواطنين ديال مدينة الرباط والمواطنين المغاربة اللي غادي يساهموا ويشاركوا في هاد الاحتفالات ديال رأس السنة. إذا باش تمر هاد الاحتفالات في أجواء اللي كيسودها نوع من السلم والسلام والطمأنينة كان ضروري باش تكون هاد الوسائل اللي وفرتنا المديرية العامة الوطني وسائل البشرية وسائل لوجستيكية بكثرة والعدد ديالها كافي ولله الحمد. وكنتمناو تمر هذه الاجواء الاحتفاليه اجواء راس السنه في ظروف جد عاديه يسودها الطمانينه والسلم والسلام. اجل